افتتح: سأكتب حين يأذن لي فؤادي، فيترك نبضة في مقلتي تسافر حيث تسكن في دمائي، تلاقي مهجتي، نمضي سويا. سأكتب حين يقتلني انكساري، وأكتب حين تحملني الثريا، لأن دواة هذا الحبر قلبي، وقلبي يستريح على يدي. القصيدة: يا عاشق الإبحار، خلف وسادتي اقبض ذراعك، لن ترى كفي. لا تقرب الأمواج، كم خادعتها، ولكم كذبت على ثرى شطي. رغم الفراق ورغم فرط مشاعري، لن تبصر الأشواق في عيني. مهد طريقك نائيا عن بلدتي، قلبي وروحي حرماه علي. لو أن كل الدفء في إيوائه، يا حبذا برد ارتعاش يدي. هل كان ينفع صدق طول تعبد، لو أن مريم كلمت إنسيا؟ ولقد نذرت إلى الإله محبة، ودا أجيء وأستدير مضيا. عاهدت قلبك أن يرافق دعوتي، ودعاء قلبي لا يزال وفيا. ليس ابتعادي عن فؤادك ضربة، ليس انتقاما في الضلوع خفيا. هو خوف جوفي أن تبعثر أنسه، وتثير ركنا في الفؤاد سويا. عجبا لقلبي يلتقيك مسامحا، مذ كان أمرك في الهوى مقضيا. لا جرح فيك فتحتويه ضمادتي، لا بوح منك صداه باق فيا. ما ثم إلا دعوة في خافقي، أطوي عليها سرنا الوهمية. الله، يا من قد أنام جراحه، أدعوك ألا يستفيق بغيا. وأرى فؤادي بعدما آنسته، وحبى يديك حنانه الوردية. قال السلام عليك، قال مودعا: لا صدق عندك، لا عتاب لديّ.